على جروب نتاع ماكله وتونسي مع الماكله يظهر لي ما يفذلكش. بحلينا عبد الكريم بن عبد الله، مرحبا صباح النور. مرحبا بكم يا جماعه، ميرسي بور لانفيتاسيون. يعيش بارك الله فيك، ما جيتش وحدك يظهر لي، جيت مع سمير العبيدي. مرحبا يا سمير، شو حوالك؟ لاباس؟ احنا كنا نستناو في استقبال حار بشربتك الحار وكل شيء. حتى صباح بكري هذايا والله، صباح بكري. دونك نداء للي عنده خبره في الماكله يحل الصراخ برد ويدرا، ما عندنا حتى شيء هنا. قل لي يا عبد الكريم، خلينا نحكيو شويه على الجروب لقد رهجنا من اجلكم. بازره فما برشا تو يتفرجوا فينا ويعرفوا الجروب هذا اللي الناس الكل تهبط وتبارتاجي في التصاور نتاع الماكله على الجروب هذايا. فما شكون يقول لك اعطيني روسيت، فما يقول لك لا راهو البلاصه الفلانيه، راهو برشا ماكله برشا حاجات. دونك لهنا معناتها كي نحكيو على الجروب كيفاش بديت الفكره. اول حاجه اعطيني لحظه نقدم روحي رابيدمون. عبد الكريم بن عبد الله، مهندس مختص في الاعلاميه. مرحبا يا سيدي. ومختص في الشبكات الاجتماعيه. واضح. عندي بار سا بار الجروب، نحكي الجروب. انا عندي لو سول بلو كرون كلوب نتاع السوشيال ميديا في تونس، اسمه سوشيال ميديا كلوب تونيزيا. عندنا بيك كونفرنس ديجا، حتى لحد اللي فات اللي قبله صارت دو كونفرنس هنا في هنا في الحامات، عاملها دي جون. حكايه الجروب هي حكايه نتاع كون نقولوا احنا واحد كان قاعد عبر الحاجه، او في تبع جروب اخر من غير ما نسمي اسمه بالفرنسي، وفي هما بين قوسين صحابي من غير ما في برشا ماكله ياسر عرفت هكا صحن تونسي خدم هكا في اللاك في كرام دي نحش مكة. وانا بيتي نحب الماكله العربي، نمشي برشا بلاد ماكله الشعبيه، نمشي مع سمير، نمشي مع يحيى، نمشي مع مع ولد تونس، مع جماعه البلاد العربي فيها برشا وتونس بصفه عامه فيها برشا بلايص صار على الاخر نتاع ماكله تعمل كيف. يا اخي خذيت الاسم هذاك الفرنسي ترجمته بالعربي بالدارجه افيك ان بو هكا معاها شويه هكا حاجه شعبيه معناتها نتاعنا نحن. ما تعرف كلمه رهش كلمه خايبه فهمت ولا ما كلمه خايبه تستعملها تضيفها في حاجه بيت ولا حاجه حاجه ستيل. دونك لقد رهجنا من اجلكم اتلانس او ديمتريس بعد خلط معايا سمير، عملنا اول رهجه اون جروب صغير في رمله، وبعد عملنا بعد ام عملنا رهجه اخرى اللي هي رهجه هي لما عملنا الفيديو، وما جيتي تخي سوربري تعجبنا اللي وصلنا في اول مره 120 عبد. الريكورد نتاعنا هو في الرهجه هاللي حكيت 400 وصلنا 400 500 550 تونسي يموت على التنخميخ، يموت على الماكله قبل كل شيء. معناها في الليسه نتاعو نتاع الحاجات اللي يحبهم. سورتو الماكله نتاعنا نحن معناتها الصحن التونسي، الكفتاجي، الفريكاسي، البلابي، معناتها حاجه نتاعنا نحن ديجا. انا اكتشفت في الجروب اللي ثم برشا من الناس ياكلوا في ماكله زمنيه كل يوم حاجه عاديه. انا ثم ماكلات تحب نقرضوا كيما البازين ولا كيما نعرفش انا. ولا يقول لك مثلا راهو مش كل يوم ياكل بسيسه الصباح، هذه معناتها البسيسه معروفه في الولايات نتاع الجمهوريه الكل معناتها، اما تلقى توانسه معناتها كل يوم يقول لك هذه الفطور نتاعي نتاع الصباح. اكبر زيت زيتونه اكبر بارتيه هي الجماعه اللي يعيشوا برا، اكثر جماعه عاملين جو على الجروب خاطرهم بعض. هذاك اختصاص سمير، حكينا على الجماعه. خلينا نحكيو مع سمير. سمير مرحبا بك، ان توكا خلينا نحكيو شويه على الجروب كما قال عبد الكريم. دونك نتصور العباد اللي برا من تونس ديما تتوحش هكا الماكله، معناتها كي تهبط اي حاجه حتى مش في الجروب، حتى امي معاك على الفيسبوك تهبط انت ماكله زمنيه ولا ماكله حتى في رمضان ولا خارج رمضان يقول لك شهيتني فيها الماكله هذيك. كيفاش تتعاملوا معهم العباد اللي من برا؟ والله هما من الاول كي بداوا يدخلوا المواطنين بالخارج كما نقولوا جماعه فرنسا، دبي، الامارات، بارتو. يهبطوا يا شهيتوني فك الصحن هذاك، والله شاهي صحن كفتاجي، والله شاهي مثلا مدفونه ندير شنو. من بعد هذيك لو تو نلقاو النومبر بيشو يكبر نتاع التوانسه البرا. قلنا لهم علاش بويسك احنا نعملوا في رهجات في تونس في لهنا، علاش ما تعملوش لمات البرا انتم توانسه؟ صحيح. ولينا عملنا لهم لو كونسيبت انهم يعملوا رهجه في بلادهم. مثلا في باريس يعملوا رهجات، في دبي، في الصين، في المانيا، في كندا، في استراليا، التوانسه اللي موجودين الكوميونيتي نتاع التوانسه ويطيبوا معناتها الماكله التونسيه يطيبوا في ديارهم ويمشيوا للي بارك يعملوا لما مع بعض بيكنيك جون دو بيكنيكهم يلموا بعضهم في اللي بارك هذوك ويعملوا بارتاج نتاع الماكله التونسيه والناس الكل وتكون ريزو يتكون ريزو بعد نتاع التوانسه هذيك في سورتو انك تمس حاجه معناتها فينا نحن التوانسه معناتها اي انسان يبعد على تونس ديما اول حاجه توحشها يقول لك الماكله ماكل الماكله التصنيف التونسي الحاجه التونسيه هذيك انا بديت من الفكره الاولى نتاع الجروب خاطر ثم جروبات اخرين
اللي شفناه انه العباد ما يهبط لك بلا في بجروب نتاع ماكلة يجم يكون منظم في حتى شيء هكا ولا هكا وفي رستوران جي بيان مونجي ندير شنو في رستوران الفلاني في لي او بواغ وكل حكايه هذيك نقاو شيء هذاك ماهوش الحقيقه نتاع التونسي دونك لازم تعمل له جروب الغفلات التونسي اللي الواقع نتاعهم نتاع كل يوم اليوم ولات العباد هذيك اللي كانت معناها عايشه وخايفه باش تهبط صحن جلبانه ولا كعبتين عظم بالزيت ولاو لقاو جروب ينجم يهبط فيه ماكلته اللي بالحق يحب ياكلها وبدات الناس كلها هبطت خرجوا مكان العقده نتاع لي ريزو سوسيو خاطر هما من الاهداف الكبار نتاعنا احنا في الجروب تاع الجمعيات هذوما انه قربوا لو موند فيرتويل غير معناها العباد ما يلزمش تبعد برشا معناتها يعيش واحد معناتها يعيش كيما هو كيما هو معناتها الصباح يقوم مثلا فما عباد تحب الدراع الصباح يهبط صحن دراع معناتها صحفة دراع يهبط معناتها حاجاتك اللي ياكلهم كل يوم زيت زيتونه معناتها الكوتيديان نتاعهم نتاع كل يوم مش لازم يستنى يمشي ريستورون مره في الشهر ولا مره في الجمعه باش يعطيه صحن مزيان باش يصوروا باش يقول راني كليت حاجه بنينه لا الحاجه بنينه تنجم تكون كعبتين عظم في زيت في الدار واضح التفاعل ليه تحيه لجماعه الجروب تو نسمع فينا تو لايف ديجا قاعدين بارتاجيت اللايف سي بون نسلموا عليهم الكل فينا اللي حاب يسال سؤال يسال سؤال تو مره بالطبيعه خلينا نسالك لهنا انا سؤال التفاعل نتاع العباد ما بيناتهم في الجروب في اللي كومونتير في اللي جيم انورم انا اقول لك حاجه ثم ناس دخلوا الجروب بور لونسي لو بروجي لونسي لو بروجي نتاعهم ثم ناس عرسوا ثم ناس ولا اصحاب ثم ناس دخلوا معنا وحلوا جروبات اخرين بين قوسين جروب نتاعنا ثم اكثر من 70 جروب يشبه نفس الاسم قداش وصلتوا انتم عندكم في الجروب تاعكم كاش ممبر قريب 300 300 300 معناها ثم لان دي بلو غران جروب في تونس والتفاعل معناتها ساعات تلقى فما شكون هب التصوير يقول له مثلا كيفاش طيبتها كيفاش صنفت هذه راهي نتاع صيف ماهيش نتاع شتاء معناتها التفاعل هذا كيفاش حاجه احنا نهبطوا كل شهر التوب 10 نتاع العباد ثم عباد تعمل 1700 كومنتير في الشهر 1700 كومنتير في الشهر ثم ناس تهبط 500 بوبليكاسيون في الشهر معناها انت بتشوف كل بوان الناس مركزه على الاخر مع الجروب وكما قال سمير ثم عباد اذا كنت خرج من الجروب تموت كل حوت ثم ناس معروفه معناتها في الجروب مثلا اللي ما ديما في التوب معناتها اللي 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 تصنفوهم معناتها تلقاه هو ديما الاول ولا الثاني ولا الثالث معناتها ما اي ثم توب ديس فيه جماعه صحاح اما ثم كونكورنس كبيره بيناتهم ساعات ثم يطلعوا الاخرين يحبوا يفوتوه ويولي ياكل برشا يولي هابط برشا يدور برشا في الريستورانات المهم يحب يفوتوا بشكل اكبر منافسه ثم عباد عامله معون سبيسيال تاع الصباح حضر لاي اوت سبيسيال حضر زينه سبيسيال الطاوله نتاعو طاوله باش يربح لو ماكسيموم دو لايك انا لسه مركز على الاخر على الاخر احنا فرحانين برشا اللعبه ناكلوا بعينينا برشا التوانسه على الاخر بلي تصور روحك قاعد في البيرو تولي تصور في البيرو ال 11 شهور ربع وانت تخرج من كرش النهار وجا انت كرشك مش تستحزق ولا فيها معناها كاش كمان تاع صفر وتعمل ديفيلي في الجروب تقل سر تقل هابط لهنا معناها احنا كل برشا بعينينا نكتشفوا بلايص نكتشفوا عباد نكتشفوا معناها مهم برشا النقطه هذه انك تكتشف حاجات او ماكله تاع عباد اخرى من اهم الاهداف تاع جروب هو نحييو الماكله التونسي احنا باغ اكزومبل اون با بزوان دو فاست فود اون بزوان دو فاست فود على تونيزيان نحبوا العباد تمشي للمدينه تمشي للسونتر فيل نحب العباد تمشي تاكل كرتاجه على الصباح تيداش فهمتي ثم ان جور دو ريزيستونس كونتر خاطر احنا تونس تعرف احنا بلاد ضعيفه لازم اي سيري نتاع فاست فود تجي تاكلها كل معناها نحبوا اليوم الماكله التونسيه كيما كل بلاد تحترم روحها تتحط هي من قدام اللول خاطر العباد تو جينيرالمون بلا سمحني تو في البلايص حتى تو في نابل باش تمشي تاكل الماكله العربيه صحيح وتمشي وتمشي ماشي كل بلاصه راه صحيح معناها الماكله المودرن الماكله المودرن هي قاعده تفوت الماكله التونسيه برشا وتزيد حتى راهو الماكله العربي ساعات تقع في ريستورانات وتدخل فيها الماكله المودرن تضيع ليدونتيتي نتاعها لازم تقارد ليدونتيتي نتاعك تاع الماكله هذيك ما تدخلهاش حوايج جديده تخليها كما هي وتنجم تعمل لي ديريفي نتاعها تخي بيان تقعد تاكل بين قوسين حاليا توا في نيويورك وفي طوكيو وفي برشا بلايص اقوى في الديج توا نتاع نتاع شو اسمه نتاع الهبستر تعرف الهبستر ولا اقوى في الديج تاع الهبستر هو شكشوكه في امريكا هذا شكشوكه شكشوكه بعد ما مروب في امريكا في الاي في طوكيو في برشا بلايص
بارتو دو لومون شكوكا بارتو دو لومون. واضح الحقيقه الحديث معاكم يتو سيتو على الجروب هذايا. شنو تقول للعباد اللي يسمعوا فينا سيتو اللي موجودين في الجروب؟ شنو تقول لهم سمير؟ نقول لهم برافو، يعطيكم الصحه، كونتينيي كوم سا. ماكلتنا التونسيه زي ما تقعد هي قبل اي ماكله تجينا. ونشكرهم اللي هم فهم برشا عباد من الجروب ولاو يعرفوا بعضهم وتخلقت عائلات ولات صحاب من الجروب. تخي بيان. ووصلوا حتى مثلا تلقى امراه مثلا تتوهم تقول اه والله ريتك الماكله شتيتها، يوصلوا يهزولها لدارها مثلا كان حاجه خاطر امراه شتيت. في رمضان اوسي زاد تلقى دي ستوديونت في الفوايي ما عندهمش ماكله، يكلموهم من سيه من العائلات تقول مي جاب حذايا ونهزوكم الماكله، معناها ولا مجتمع صغير الجروب. وعندهم بعض اقتصادي، ثم واحد في تشكلات في مجدد ثم واحد في البلاد العربي حانوت صغير ماهوش معروف بكل يهبط الصباح يقول عندي شوكولاته مريض ساعه توف ديجا هذاك نسالو برشا كلمنا بتاع مزيه جيب لنا شوكولاته. ثم بليزيور اوبورتينيتي اومان العباد يعرفوا بعضهم ايكونوميك، ثم برشا عباد يكتشفوا في تونس يكتشفوا في الماكله التونسيه سيرتو احنا رانا ما ثم لي ميديا ما يحكيوش على الجهات. نعاود معنا ديجا اون كيلكو سورت كنت تعرف العباد باش يحكيو يحكيو على اللباس نتاعهم ثم برشا طير على الاخر ما تعرفهمش قبل. كيما نحكيو زاد على اللبسه التقليديه في الجهات، نحكيو زاد على الماكله الزمنيه والماكله اللي تعترف ومعروفه بها معناتها الجهات الكل في 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 تونس. باش تمشي تعمل كفتاجي ولا حاجه في نابل ولا صحن تونسي ولا باش مش انا توا سمير انا نعرف نابل مليح، انا قلت هنا في ليزات نابل انا من الكابون مازلت ميم دونك نعرف بالكذا بالكذا نابل دونك باش نمشي لبلاصه معينه فهمتي عندك بلاصه معينه. تنكيت تنكيت واضح. شكرا لك عبد الكريم، شكرا لك سمير، تحيه لجماعه الجروب الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي قاعدين يتفرجوا فينا لايف. وان شاء الله بالطبيعه انتم الهدف نتاعكم انكم ترجعوا الماكله التونسيه ان الناس تبارتاجيها، الناس تتعرف على بعضها بالماكله وهذه اهم شيء. شكرا لك. وعندنا مشاريع معنا جنمو جايين طير على الاخر تبعونا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نتبعوكم يا سيدي. ما غنش قراني نطوط ولا حتى نكملوا. واضح. شكرا لك، بارك الله فيك سامي. جروب جروب تاع جمعيات عندنا الراجي في بارتي من الجروب هذاك كله. توا باش نعملوا لهم باش نلموهم مع بعضهم مع بعض توا باش تبدا ليزيفينمون ديجا. واضح. شكرا لكم، بارك الله فيكم على حضوركم معنا عبد الكريم وسمير. مازلنا مواصلين معكم في الويكاند حتى نص النهار شويه اخر نعلنوا على اسم الفائز بالنسبه لجو اوبرا بالنسبه